تاني خبر معانا النهارده هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ايام ومناقشه ملف تصدير العقار وازاي ممكن نفعله بشكل كبير. خلينا نعرف اكتر عن تصدير العقار. معانا على التليفون الدكتور باسم كليله رئيس مجلس اداره شركه اكسبو ريبابليك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا رانيا، ازيك؟ اهلا بيك. توجيه رئيس الوزراء بتنشيط تصدير العقار يعني بيتطلب من اهل الخبره وضع نقاط معينة لتنشيط تصدير العقار، شايف ده ازاي؟ نعمل ايه؟ والله طبعا في البداية احنا كلنا سمعنا عن الاجتماع اللي عملته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص تنشيط تصدير العقار، وانا شايف ان ده جه في وقته الصراحة، لان احنا حاليا في الوضع الاقتصادي اللي بتمر بيه مصر مهم جدا ان احنا نتجه لكل اشكال التصدير وخاصة التصدير العقاري، لان مصر تمتلك مشروعات عقارية متميزة جاهزه النهارده على التسليم وتحت الانشاء، فاعتقد ان هي فرصه كويسه جدا لزياده الدخل بالعمله الصعبه لمصر. صحيح. ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف حلول قويه في الوقت القريب ده باذن الله. ايه الحاجات يا فندم اللي احنا محتاجينها طيب من الحكومه علشان يعني والمطورين علشان ننشط تصدير العقار؟ والله انا شايف ان يعني طبعا احنا كنا دايما بننادي ان تشكل لجنه يبقى فيها المطورين العقاريين وفيها وزاره الاسكان وفيها البنك المركزي، وبدا الكلام ده امبارح بالاجتماع، وانا شايف ان كمان في لجنه اتشكلت من هيئه الرقابه الماليه والصندوق صندوق الاسكان الاجتماعي والبنك المركزي، فدي خطوه متميزه جدا واكيد المطورين هيشاركوا فيها، ونتمنى كمان كمنظمين معارض ان احنا نكون مشاركين فيها، لان احنا برضو بنلمس الزوار او المستثمرين من خلال المعارض الخارجيه بتاعتنا، وبنشوف ايه هي متطلباتهم وعلى درايه بيها بشكل كبير، فنتمنى ان احنا نبقى يعني نشوف اللجنه دي في النور قريب، ولازم يبقى في قرارات حاسمه. ويمكن انا كنت كمان قريت تصريح للاستاذه مي عبد الحميد بخصوص تمويل المصريين في الخارج بالدولار، ودي كمان خطوه مهمه جدا وخطوه متميزه، اعتقد ان هي يعني هتضيف كتير لتصدير العقار الفتره الجايه. صحيح. شايف ازاي ممكن نسوق مصر خارجيا وننشط تصدير العقار؟ يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، واعتقد ان الدوله محتاجه تسوق نفسها. الدوله عملت مشروعات كبيره مهمه جدا. صحيح. في البنيه التحتيه وفي المدن الجديده من صحيح. العاصمه الاداريه والعلمين والمنصوره وخلافه، فاعتقد ان الدوله محتاجه انها تنشط المساله التسويقيه دي في الخارج بشكل كبير من خلال دعايه ومن خلال التواجد الاعلامي في كل دول العالم، ولازم نستفيد من الاحداث اللي بتحصل في اوروبا زي الحرب مثلا اللي حصلت دي، لان سوق زي دبي استفاد كتير من توجيه روس اموال كبيره جدا من الروس والاوكران، ان هم حطوا استثمارات كبيره في العقار في 2022، فلازم مصر يكون ليها حصه من الكلام ده. صحيح. دكتور باسم كليله بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.